كيم جون أون حاكم كوريا الشمالية الذي يقود رابع أكبر جيش في العالم وعمره 36 عاماً فقط. حكمت عائلته الشعب لأكثر من 70 عاماً باستعمال القوة، لكن كيم اليوم يواجه مشكلة كبيرة. إنه أمام حتمية الاختيار ما بين جعل بلاده دولة متقدمة ومنفتحة على العالم مقابل فقدان سلطته، أو أن يحافظ على سلطته مقابل إغراق بلده وشعبه في التخلف. في هذه الحلقة ستعرفون ما الخيار الذي اتخذه كيم جون أون. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ يحكم كيم جون أون بلده باستعمال القوة، ولا أحد لديه الشجاعة الكافية لمخالفة تعليماته. القوانين هناك صارمة للغاية، وخطأ واحد قد يقود صاحبه إلى المشنقة. أما المصدر الرئيسي لمداخل الدولة فقد تمثل في تجارة الأسلحة والمخدرات والجرائم الرقمية. ورث كيم جون أون هذا الحكم من والده وجده اللذين حكما كوريا الشمالية بنفس الطريقة، لكن ما يميز كيم جون أون هو انفتاحه على العالم في السنوات الأخيرة ورغبته في توطيد العلاقات مع بقية دول العالم. وقد بدأت الأوضاع تتحسن تدريجياً إلى أن حدث أمر دفع بالزعيم للعودة إلى أساليبه القديمة، والسبب في ذلك هو أخوه كيم جون نام الذي غادر إلى الصين وبدأ يتحدث عن النظام الكوري الشمالي بطريقة سيئة أمام وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي اعتبره كيم جون أون تجاوزاً للحدود ليقرر بعدها التعامل مع أخيه على طريقته. في 13 من شهر فبراير من عام 2017 وصل كيم جون نام إلى مطار كوالالمبور الدولي، غير مدرك أن فتاتين تتبعانه لقتله، وقد تحدثت إحداهما لاحقاً لوسائل الإعلام وروت القصة الكاملة لعملية الاغتيال. قالت الفتاة المسماة ستي عايشة إنه قد تم تكليفها بهذه المهمة من طرف رجل يدعي أنه منتج برامج تلفزيونية، لكن المثير في الأمر أن الفتاتين لم تدرك أنهما ستنفذان عملية اغتيال، حيث أخبرهما المنتج بأنهما ستشاركان في برنامج كاميرا خفية في المطار. وفي هذا المشهد يمكن أن نرى اللقاء الأول الذي جمع إحدى الفتاتين بالمنتج، وذلك من خلال إحدى كاميرات المراقبة المثبتة في المطار. أقنع المنتج الفتاتين بأن الخدعة تتمثل في إزعاج بعض المسافرين، وذلك عن طريق دلك أوجههم بزيت الأطفال، وأخبرهما أن المسافر الأول الذي سيتم إزعاجه خلال البرنامج هو صاحب السترة الرمادية الذي كان قد دخل المطار للتو. كان صاحب السترة الرمادية هو كيم جون نام. ركضت الفتاتان نحوه فجأة ووضعت الزيت على وجهه دون أن تدرك بأن ذلك الزيت يحتوي على سم يستهدف الجهاز العصبي مباشرة. بعد لحظات من وضع الزيت على وجهه شعر كيم جون نام بالإرهاق وطلب الحصول على المساعدة الطبية. وأثناء تواجده بمركز الفحص الطبي في المطار كان هناك رجل يرتدي بذلة سوداء يتجول أمام المركز للتأكد من أن كيم جون نام سيلقى حتفه قبل أن ينجح الأطباء في إسعافه. سرعان ما تم القبض على الفتاتين من طرف الشرطة الماليزية واعترفتا بكل شيء. تم اتهام الفتاتين بارتكاب أخطر جريمة في البلاد، وهي جريمة القتل. هناك عقوبة واحدة، إنها الإعدام شنقا. كما تم القبض على أخصائي الكيمياء الذي قام بصنع تلك التركيبة القاتلة، حيث قدم الأخير اعترافاته مباشرة لمسؤولي سفارة كوريا الشمالية. كانت عملية الاغتيال منظمة للغاية، حتى إن بعض الخبراء يقولون بأن زعيم كوريا الشمالية اختار المطار عن قصد لتنفيذ العملية، وذلك ليتمكن من مشاهدة الاغتيال المذل لشقيقه من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة. والجدير بالذكر هو أن جثة كيم جون نام تم نقلها إلى كوريا الشمالية بعد انتهاء التحقيق، وقد كان مسؤول الوفد المرافق للجثة هو نفس الرجل الذي ظهر أمام مركز الرعاية الصحية في المطار ببذلة سوداء. المملكة السرية. ما نراه الآن على الخريطة هو مملكة سرية يقال إن مؤسسها هو كيم جون إل، والد الزعيم الحالي لكوريا الشمالية، والهدف منها هو التخفي عن الأقمار الصناعية. وقد أشارت العديد من التقارير إلى أن كيم جون أون قد قضى طفولته في تلك المنطقة التي تظهر الخريطة أن الوصول إليها يتم عبر نفق تحت نهر تايدونغ، رغم وجود جسر في الأعلى. كما تشير العديد من التقارير إلى أن سبب الاعتماد على ذلك النفق هو اتصاله بشبكة كبيرة تتكون من حوالي 8000 نفق سري، يمتد كل واحد منها لأكثر من 50 كيلومتراً، وأحدها يربط كوريا الشمالية بالصين. وقد ساهمت نشأة كيم جون أون في ذلك المكان في تلقينه مبادئ سلالة كيم، وهو ما جعله نسخة طبق الأصل من والده الذي يعتبر أشهر ديكتاتور في التاريخ. كان كيم جون أون في سن 7 أو 8 من عمره، لكنه كان محاطاً بحراس يبلغون من العمر 30 أو 40 سنة، وكلهم كانوا في خدمته.
وقد تم انتقاء أولئك الحراس بعناية بعد خضوعهم لتدريبات شاقة والعديد من الاختبارات الجدية والصارمة لنيل شرف حماية أفراد الأسرة الحاكمة. لكن ما السبب الذي دفع كيم جون أون إلى تغيير طريقة حكمه فجأة؟ ولماذا تخلى عن بعض تقاليد الأسرة الحاكمة؟ سنوات الحرية. يرى العديد من الخبراء أن فترة الدراسة التي قضاها زعيم كوريا الشمالية في سويسرا قد أثرت على شخصيته وجعلته أكثر انفتاحاً على العالم. أكد العديد من زملائه السابقين في المدرسة أن كيم جون أون كان لطيفاً للغاية في تعامله معهم، وأنهم لم يشعروا إطلاقاً بأنه ابن زعيم كوريا الشمالية المعروف بديكتاتوريته. كان كيم ماهراً جداً في رياضة كرة السلة، وكان الجميع يرغب باللعب معه. كان يشاهد مباريات دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة، ويذهب في بعض الأحيان للتزلج على الثلج في جبال الألب بسويسرا رفقة أصدقائه. لكن تلك اللحظات السعيدة لم تدم طويلاً، حيث اضطر كيم إلى العودة لبلاده بسرعة بسبب الأوضاع التي مرت بها الأسرة، وهو ما أثر سلباً على شخصيته. بدأ الأمر بإصابة والدة كيم جون أون بالسرطان، وذلك ما يعني أن عمته وعمه سيفقدان قريباً علاقتهما بالأسرة الحاكمة، مما يشكل تهديداً مباشراً على حياتهما. ذلك ما دفع العمة والعم إلى التوجه نحو السفارة الأمريكية طالبين اللجوء السياسي. قُبل طلبهما بالقبول، وتم نقلهما في البداية إلى قاعدة عسكرية أمريكية بألمانيا، ومن هناك تم نقلهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حصل كل من العم والعمة على هويتين جديدتين، ولم يتمكن أحد من العثور عليهما لطيلة 20 سنة، إلى أن نجحت صحفية أمريكية في ذلك. ورغم إجراء الصحفية لحوار صحفي مع العم والعمة، إلا أنها رفضت الإفصاح عن هويتهما الجديدة أو حتى مكان تواجدهما. عاد كيم جون أون بعد ذلك إلى أوروبا، لكنه لم يستطع إنهاء دراسته بسبب استدعاء كوريا الشمالية له حين بلغ من العمر 17 سنة. وبعد عقد من الزمن وجد نفسه قائداً للبلد الأكثر ديكتاتورية على وجه الأرض. وبما أن الرجل قد عاش لبضعة سنوات في الغرب، فقد رأى العديد من المواطنين أنه سيساعدهم على الانفتاح على العالم. ورغم أن ذلك حدث بالفعل، إلا أن ذلك الانفتاح لم يكن بالقدر الكافي، والسبب هو خوف الزعيم على الأمن الداخلي للبلاد. أمر كيم جون أون بداية من عام 2012 ببناء منتجعات التزلج على الثلج، إضافة إلى العديد من المرافق التي يحتاجها المواطنون، وذلك يشمل حدائق الترفيه والمراكز التجارية وغيرها. كما حرص على الظهور رفقة زوجته في العديد من المناسبات المهمة، وحتى خلال الاجتماعات السياسية لإعطاء صورة مختلفة عن نظام الحكم في كوريا الشمالية للعالم. فتح كيم جون أون المجال أمام الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي المحلية، وسمح أيضاً بظهور أولئك المعروفين بالمؤثرين الاجتماعيين على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي كان ممنوعاً في السابق. خلال فترة حكمه، حاول كيم جون أون تغيير الصورة النمطية لزعيم كوريا الشمالية من طاغية إلى رجل ودود يحاول قيادة البلاد إلى الأفضل مع الحفاظ على السلطة. ومن أجل تحقيق ذلك، كان عليه أن يضع ثقته بشخص مقرب ويملك ما يكفي من الدهاء للمشاركة في الأعمال السياسية. فمن هو ذلك الشخص؟ الأميرة الحلوة. ولدت بعد 4 سنوات من ولادة كيم جون أون، وتحديداً عام 1988، إنها كيم يو جون، المعروفة بين وسائل الإعلام بالأميرة الحلوة. لطالما كانت الأميرة مختفية عن الساحة السياسية إلى غاية وفاة والدها عام 2011، وبعد وصول شقيقها كيم جون أون إلى السلطة، أصبحت هي ذراعه الأيمن ومستشارته الأولى في كل قراراته. في عام 2018 أرسل كيم جون أون شقيقته في أول مهمة لها خارج البلاد، لتكون بذلك أول مسؤول من كوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية عام 1953. وقد حدث ذلك بمناسبة الألعاب الأولمبية الشتوية التي حملت اسم أولمبياد السلام بسبب مشاركة الرياضيين من الكوريتين تحت عالم واحد لأول مرة. ولم تكتفي الأميرة آنذاك بزيارة لحضور المنافسات الرياضية فحسب، بل إنها أجرت العديد من محادثات السلام مع القيادة الكورية الجنوبية، لتتصدر كيم يو جونغ بذلك حديث وسائل الإعلام وتعطي العالم نظرة مختلفة عن كوريا الشمالية. وبحلول عام 2020 قام كيم جون أون بترقية شقيقته إلى أعلى مستوى في المكتب العام للقيادة الكورية الشمالية. وبعد تصاعد التوتر بين الكوريتين في شهر يونيو من عام 2020، أرسلت الأميرة رسالة واضحة إلى كوريا الجنوبية، وذلك بعد إصدارها أمراً بتفجير المجمع الحكومي الذي اعتاد الطرفان على إجراء المحادثات فيه. وقد أشارت العديد من التقارير الإعلامية إلى أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية قد أحكمت قبضتها على السلطة في السنوات الأخيرة،
وتولت العديد من المهام المرتبطة بالعلاقات الخارجية للبلاد، وكأنها هي صاحبة القرار في العاصمة بيونغ يانغ. وإذا كان ذلك يعني شيئاً، فإنه يعني نجاح كيم جون أون في إيجاد سياسة مزدوجة ينجح من خلالها في الحفاظ على السلطة القمعية والسياسة الخارجية الصارمة لكوريا الشمالية باستغلال شقيقته من جهة، وإعطاء صورة مختلفة للعالم عن كوريا الشمالية ونظام الحكم فيها، وذلك باستغلال منصبه كزعيم وإظهار حرصه على انفتاح المجتمع الكوري الشمالي على العالم من جهة أخرى. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟